بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. إلى حضراتكم نشرة الأخبار من فضائيات الخرطوم. تتابع ولاية الخرطوم بشكل لصيق المعالجات التي تتم للمناطق المتأثرة بالسيول بمحلية شرق النيل. وكان والي الخرطوم الأستاذ أيمن خالد نمير قد قام بجولة تفقدية للمناطق المتأثرة بالسيول بمحلية شرق النيل، ووجه بالشروع فورا في إجراء معالجات هندسية إسعافية سريعة لتصريف المياه، وتم إرسال مواد غذائية للأسر المتأثرة والبدء في إجلاء المواطنين الذين حاصرتهم السيول وترحيلهم إلى مناطق آمنة. كما عقد والي الخرطوم اجتماعا طارئا حضره قائد القوات النظامية ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاتحادية ومدير عام وزارة البناء التحتية ومدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ومفوض العون الإنسانية الاتحادي والولائي، إضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني. وأجرى الاجتماع تقييما شاملا للمناطق المتأثرة بالسيول بشرق النيل من واقع الزيارات الميدانية للوالي وزيارات منظمات المجتمع المدني. هذا وكانت ولاية الخرطوم قد تعرضت لأمطار غزيرة فيما تأثرت أجزاء واسعة من محلية شرق النيل بسيول قادمة من الشرق، وقد تحركت كاميرا قناة الخرطوم إلى مواقع السيول التي غطت مساحات واسعة من مناطق أبو قرون جنوب وغرب والنزيلة والغابة والعسيلات ومضومان. وكانت ولاية الخرطوم قد شرعت فورا في إجراء معالجات هندسية إسعافية سريعة لتصريف المياه، وتم إرسال مواد غذائية للأسر المتأثرة والبدء في إجلاء المواطنين الذين حاصرتهم السيول وترحيلهم إلى مواقع آمنة. وتم تكليف الدفاع المدني بمراقبة منسوب النيل وتفعيل نقاط الارتكاز في مناطق الهشاشة التي قد تتأثر بارتفاع منسوب النيل. نحن عشان نستفيد من المياه الكثيرة دي بدأت تبقى نغمة نعمل النعمة، نحن نحاول نزيد حصاد المياه، نعمل آبار ارتوازية في المناطق بتاعت هنا، يعني نزيد المياه الجوفية للمنطقة وتبقى استوك لنا يعني بإذن الله. يعني نحن كمحلية وكوزارة بتاع البنية تحتية يمكن في القريب يكون تطهير المجاري تماما الموجودة المصارف، لكن المياه كانت كبيرة فوق الطاقة الاستيعابية لهذه المصارف. لكن نحن طبعا كل الأجهزة المختصة ذات العلاقة والصلة سواء كان المحلية توصل في المدير التنفيذي أو الأخ الوالي أنه هو منذ توليه هذا الموقع أتى طوال على الفور، وكل أركان إداراته والأجهزة الفنية والهندسية، وشرعنا في العمل وكوننا غرف بتاع الطوارئ. إلى ذلك قررت غرفة درء آثار السيول والأمطار والفيضانات بولاية الخرطوم في اجتماعها برئاسة الأستاذ الطيب الشيخ الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم رئيس الغرفة العمل على مدار الساعة لمعالجة الآثار التي خلفتها السيول التي ضربت منطقة شرق النيل، حيث وصل عدد المنازل المتضررة إلى 184 منزلا منها 41 منزلا بانهيار كامل بجانب 143 انهيار جزئي. هذا ودفعت الغرفة بعدد 100 خيمة و600 مشمع لإيواء المتضررين وإرسال كميات من المواد الغذائية. من جهتهم أكد ممثلو القوات النظامية جاهزيتهم للاستجابة لأي نداء يساعد في تقديم العون للمتضررين. هذا وستواصل الغرفة اجتماعاتها يوميا لمتابعة تطورات موقف الأمطار ميدانيا مع المحليات المتأثرة والاستجابة الفورية للبلاغات التي تريد إليها. الآن الوضع مستتب الحمد لله رب العالمين. يمكن قبل قليل يعني اجتمعت غرفة ولائية تم تكوينها حديثا لمتابعة الأحداث خاصة في ظل الخريف، وإن شاء الله خريف مبشر. بدنا إحنا إن شاء الله نستفيد من كل الإمكانات الموجودة في الولاية من آليات في وزارة البنى التحتية وفي غيرها، كذلك يمكن المناطق المنظمات المجتمع المدني ممثلة في مفوضية العمل الإنساني ومفوضية العمل الطوعي وزارة التنمية الاجتماعية بالولاية، ومعنا الإخوة في الدفاع المدني والإخوة في البنى التحتية.
يمكن قبل قليل اجتمعنا ومعنا الإخوة في القوات النظامية، يمكن الممثل للشرطة وممثل للقوات المسلحة وممثل للجهاز المخابرات. اللجنة وضعت خطة ممتازة جدا، يمكن بموجبها يتم توفير مواد في كل المجالات، يعني مجالات الآليات حتى يتم التدخل السريع، مجال الغذاء والإيواء في السودان وفي ولاية الخرطوم بالتحديد. حقيقة هناك كان في لجنة عليا اجتمعت كان سابقا برأس السيد الوالي، وتم وضع خطة للحد من مخاطر السيول والفيضان والأمطار بولاية الخرطوم، وعلى ضوء ذلك تم إنشاء آلية للحد من المخاطر في وزارة البنية التحتية بالولاية. الدفاع المدني بيشارك في كل هذه الآليات، ويمكن المجهود بتاع الدولة بتاع الولاية ممثل على الولاية ممثل يتحرك إلى منطقة مضومبان. حقيقة هناك كان في سيل وتمت الزيارة، الدفاع المدني كان ممثل في هذه الزيارة بالإضافة للجهات الرسمية في الولاية برئاسة السيد الوالي، وحقيقة تم تقديم يعني دعومات للمتضررين، وما زال العمل مستمر ومتابع، والدفاع المدني متواجد هناك بالإضافة لكل الآلية بتاعت الحد من المخاطر. وحول المعالجات التي قامت بها محلية شرق النيل بمنطقة أم ضوانبان والمناطق المجاورة المتأثرة بالسيول والأمطار، معنا على الهاتف الباشمهندس أبو القاسم أبو راس مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحلية شرق النيل. مرحبا بك باشمهندس أبو القاسم. مرحبا بكم باشمهندس أبو القاسم. بدءا يعني عايزين نعرف الأسباب اللي أدت إلى حدوث هذه السيول في منطقة كانت تعتبر من المناطق ربما الآمنة. نعم، أولا الكمية الأمطار كانت طبعا حقيقة بنغدر بأكثر من مليار متر مكعب، وسيول جارفة تجينا من ارتفاع يمكن بين 60 إلى 100 متر على مسافة بتاعت 100 كيلو. كمية كبيرة جدا من المياه، إضافة لأن هناك أيضا بعض التعديات وبعض الصفر بعض الأخطاء وعدم وجود كباري ومعابر كافية جدا لمرور هذه المياه، مياه كبيرة جدا أن يتطلب أنه يكون في تصميم يستوعب مثل هذه الكمية. نعم باشمهندس أبو القاسم، الحلول اللي وضعتها هي الحالي حتى وإنه ما تتأثر المنطقة بالأمطار القادمة وفصل الخريف في بداياته. لا، المحلية هي بالمعا كله بالمعا والدفاع المدني والإخوة في اللجان بمتابعة لصيغة من السيد الوالي منذ اليوم الأول. يعني هي كمية أمطار كبيرة جدا، الآن كل المنطقة تقريبا هي مغطية بالمياه، يعني يصعب انك انت تعمل شيء بالآلة في مناطق بعيدة، لكن هنالك بعض الأعمال بالتدعيم تروس السيول الحمد لله إذا يجري الآن على قدم وساق، إضافة إلى بعض المعينات للمنازل حمايتها قبل قوانين الدفاع المدني والبنية التحتية ووقوف كامل مع المحلية إن شاء الله. بنفتكر إنه بيحصل التدخل بعد ذاك الآلي بكرة إن شاء الله، تعمل الطلمبات بشكل أكبر حتى إنه تسحب كل هذه المياه، ولكن الأمر يحتاج إلى حقيقة إعادة نظر كاملة في الطريقة وفي إنه كيفية تصريف هذه المياه. إذا 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 أخذنا يعني رغم إنه نحن مثلاً في منطقة المدينة عندنا حوالي 4018 شارع، المصارف توجد فقط في 157 شارع. يبقى هنا في عجز كبير جدا جدا، هنالك تعديات ايضا على مجاري القيران والاوديه من قبل المواطنين وحتى من قبل ذاته امور مغننه، يعني تجد مزارع على الاوديه دي تتسبب ايضا في تغيير مجرى السيول لمناطق انت ما بتتحس فيها بيجيك من وين. يعني والحين دار شغل من كل الاجهزه متابعه كثيره جدا وقراءة للكنتور بشكل كامل. نعم باشمهندس ابو القاسم، بدرجه المحليات او الشؤون الهندسيه في الفتره اللي فاتت انها يعني تقيم السدود الترابيه،
فهل يمكن أن تكون هناك سدود دائمة تحمي المناطق الريفية من السيول اللي بتأتي بكميات كبيرة وتؤدي إلى خسائر كبيرة بين المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم؟ نعم، هو في شغل، في شغل هو تقوم به البنى التحتية بالاشتراك مع المحلية، ويمكن عندنا كمية كافية جدا من الرقميات مشونة، ويمكن ساعدنا برضو في إسعاف بعض المواقع إنه لأنه ما توجد أتربة وكذا، فبنكون إحنا عندنا ستاند باي الآن، عندنا كمية مقدرة جدا موجودة. يمكن اليوم ساعدنا في فتح خط مواصلات في منطقة الصحفيين في الوادي الأخضر، يمكن الآن الناس الحمد لله خط المواصلات اشتغل هنا، في جهود مشتركة، لكن احنا برضه بنقول هذا جهد المقيل، يعني هذا جهد المقيل، الأمر يحتاج إلى تضافر كل الجهود، يعني تضافر كل الجهود إلى وضع نظرة استراتيجية، يعني الشغل يعني ما ننتشر تشر بدون ما نركز العمل بتاعنا. عندنا مشكله كبيره جدا في عدد المعابر والكباري. نعم، يعني الان مشكلتنا ذاتها بقت الطرق في ذاتها في حد ذاتها في مشاكل تاريخيه، هي ما مشاكل بتاعت اليوم، يعني هي مشاكل تاريخيه الناس تعيد فيها النظر. يعني الان بعض المواطنين اضطروا ان يقطعوا الاسفل، لانه الكميات محجوزه بكميات كبيره جدا. الموضوع محتاج لورشه او ورش كبيره جدا حتى انه نخرج بشغل، يعني يكون ايجابي، يكون شغل ايجابي، ما يكون هو شغل خصما، يعني خصما على الناحيه العلميه. نعم. المهندس ابو القاسم ابو راسة، مدير اداره التخطيط العمراني بمحليه شرق النيل، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ونواصل الاخبار من فضائية الخرطوم. مرحبا بكم. أصدرت لجنة أمن ولاية كسلا بيانا تأسفت فيه على الأحداث التي وقعتها في أيام مغفرة وفرح وتسامح والسلوك غير القانوني، وأكدت أنها ستقدم المقبوض عليهم لمحاكمات رادعة وفورية حتى ينعم بقية المواطنين بالأمن والاستقرار. هذا وكان شخصان قتلا وأصيب 28 آخرون إثر هجوم تعرض له أمس الجمعة أهالي القرية 10 بمحلية حلف الجديدة التابعة لولاية كسلا. تخاطبكم لجنة أمن ولايتكم الفتية موضحة لكم ما دار من أحداث مؤسفة، أيام عظيمة، أيام مغفرة وفرح وتسامح، أيام الفداء العظيم التي فدى فيها الله نبيه إسماعيل ابن خليله إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ليعلمنا كيف أن الله يثيب عباده المؤمنين المحتسبين المسلمين أمرهم إليه ويفتيهم ويعوضهم بما يشاء في الدنيا قبل الآخرة. أحداث مؤسفة وقعت في القرية 10 بمحلية حلف الجديدة ليلة الأحد الثاني من أغسطس الجاري، راح ضحيتها أحد أبناء القرية البريئين، ولحقه آخر صباح هذا اليوم بمدينة البدني متأثر بجراحه، وجرح فيها 28 آخرون يتلقون العلاج الآن في مستشفيات حلفة ومدني. لقد قامت ولاية أمن محلية حلفة جديدة بدور عظيم في السيطرة على الوضع وفصل المتنازعين بمتابعة ودعم عسكري من لجنة أمن الولاية، حتى تمت السيطرة على الموقف في الساعات الأولى من هذا الصباح، وتم إجلاء الجرحى والقبض على بعض المشاركين في الصراع وإيداعهم حراسات الشرطة. تأسف لجنة أمن الولاية جدا على هذا السلوك غير القانوني، وتؤكد أنها تقوم وتقدم المقبوض عليهم لمحاكمات رادعة وفورية حتى ينعم بقية المواطنين بالأمن والاستقرار، وتشيد بكل الجهود الشعبية والسياسية التي تسعى لبتر هذه التصرفات التي تؤرق الولاية والوطن. نظمت الجبهة الثورية السودانية بمقرها بالخرطوم لقياداتها بالداخل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأكد القائد الأمين داود رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة أن السلام هو من الأهداف الاستراتيجية للجبهة وأنه يجب العمل من أجل تحقيقه. سكرتير عام الجبهة الثورية الأستاذ محمد مصطفى قال إنهم جاءوا من أجل رد الحقوق حتى تكون هناك عدالة اجتماعية، فيما أشار دكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية الكنابي إلى أنه لابد من التكاتف لتحقيق السلام والعمل على التنمية والإعمار. هذا كما هنأت قيادات الجبهة الثورية السودانية بالخارج
الخارج القائد مني عركم الناوي والمهندس منصور أربابة والأستاذ خالد ثالث الناطق والرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية الشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفقد الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ مدير عام قوات الشرطة بمستشفى الرباط بين ومنسوبي الشرطة الذين تم إجلاءهم من ولاية غرب دارفور عقب الأحداث التي شهدتها الولاية مؤخرا. ووجه إدارة الخدمات الطبية أن يتم علاجهم على نفقة رئاسة الشرطة، واستمع إلى تنوير عن الوضع الصحي للمصابين وخطة العلاج، كما قدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحية المبارك معربا عن أمنياته لهم بعاجل الشفاء، مؤكدا جاهزية قوات الشرطة لتقديم الخدمات للمواطنين في كل ولايات البلاد. قام المدير التنفيذي لمحلية كراري الهادي عبد السيد إبراهيم بجولة تفقدية شملت العديد من المناطق، حيث وقف المدير التنفيذي على حملة النظر إصحاح البيئة وفتح المصارف في التنسيق مع إدارة المصارف والطرق والجسور بمحلية كراري، حيث تم إزالة تراكمات النفايات بعدد كبير من المناطق بجانب فتح المصارف لتصريف مياه الأمطار. هذا وأشار المدير التنفيذي لمحلية كراري بأن الحملة استهدفت الشوارع الرئيسية والداخلية، مؤكدا الاستمرار في فتح المصارف وإزالة الأنقاض، داعيا المواطنين التعاون مع هيئة النظافة وإدارة المصارف والاهتمام بالسلوك الحضري في جمع النفايات داخل الحاويات. نبهت الإدارة العامة لشؤون المياه والخزانات المواطنين والجهات المختصة اتخاذ الحيطة والحذر من ارتفاع المتوقع لمنسوب المياه بعدد من الخزانات، ودعتهم إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. وورد في نشرة لجنة الفيضان التي صدرت من الإدارة العامة لشؤون المياه والخزانات أنه من المتوقع أن تشهد الأحباس على النيل الأزرق في كل من الدمازين، سنار، الخرطوم، عضبر، شندي وخشم القربة ارتفاعا ملحوظا في مناسيب المياه. هذا وستواصل اللجنة أعمالها لمتابعة موقف الفيضان اليومية. من فضائية الخرطوم مشاهدي الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار. شكرا لحسن المتابعة لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل. السلام عليكم ورحمة الله.